شعاعاً يدخل الغرفة بعد العصر. شعاع يدخل الغرفة بعد العصر ويزحف فوق سجادة ويطلع فوقها الكرسي ويمكن يلمس وسادة. ولحظة ما لمحته خاف، تراجع، طاح من الكرسي وركض قبل النهار يمسي، ركض للشمس كالعادة. يذكرني شعاع العصر عيونك تدخل ضلوعي في غفلة من عيون الناس، وتاخذ قلبي من قلبي، وتضيق في صدري الأنفاس. ولما ينتبه واحد من الجلاس بسرعة تركض النظرة على السجاد والكرسي، وأحس إن النهار يمسي وتغيب الشمس كالعادة.